أيها الإخوة، أيتها الجماهير الشعبية التي كانت تسير دائما وراء ابني ناصر الزبزوري، أستطيع أن أقول أن هذا قدري، ولكن لا أقول أنه هذا من سخرية القدر حتى لا أشحف في حقه، بل هو سخرية من فضله للقدر. أيها الإخوة، عجزت، لساني يعجز عن شكركم أنتم وجميع من خرجوا عبر المدن المغربية الأخرى والإخوة في الشتات. أيها الإخوة، أرجوكم أن تعذروني لأنني في الحقيقة لست مستعد لإلقاء كلمة أو نصح أو شيء، ولكن جئت اليوم هنا لأطمئن على استمرارية الحراك فقط. جئت هنا لأبلغ رسالة إلى ناصر الزفزافي ومن اختطفوا معه. جئت لأقول لهم إن إخوانكم في الريف وفي المدن المغربية الأخرى وفي الديار الأوروبية كلهم معكم. نحن نطالب هذه الدولة، نطالبها بإلغاء كل ما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين السياسيين، إن صح التعبير. أيها الإخوة، أشكركم من أعماق قلبي ولكم الشكر الجزيل، ودمتم للنضال أوفياء، ولكن ما أؤكد عليه كما قال ناصر الزفزافي: السلمية ثم السلمية ثم السلمية ثم السلمية ثم السلمية.